السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديال مامي بيبا. اليوم انا جيت لعندكم، جبت لكم كيف وعدتكم، جبت لكم واحد الماسك ديال الوجه، ولكن هذا الماسك غادي يصلح غير البنات من قولي من 25 عام الفوق حتى 70 و80. هذا في عوض البوتوكس، وراه ماشي كنقول لكم هذا في عوض البوتوكس كنكذب عليكم، هذا راه انا كنديرو. عاودي بالله ما قلت انا، هذا غادي نقول لكم كيفاش غادي ديروه قبل لا نعطيكم المكونات ديالو. اللي عندها الوقت غادا ديرو دائما، واخا حتى تسالي شغلها وتسالي عشاها وتنعس وليداتها وتقاد شغلها كله، في عوض ما تقابل التلفزيون تمشي تغسل وجهها بالحمص كي قلت لكم، وتنشفو وتوجد هاد الخليطه وديرها، وتاخذ جوج دويسكات دير فيهم اتاي كيف القاعده وديرهم على عينيها، وديك الوقيته اللي غادي الناس يشوفوا فيهم التلفزيون هي ترتاح، يكونوا الدراري ناعسين وتسرخا ديروا، ولكن راه 40 دقيقه اللي خصك تخليه في وجهك. اللي ما قدرش ديروا دائما ديروا نهاريه ونهار لا، هذا كيعطي الريزولتا على شهر، ولكن كل نهار كتشوفي داك الشيء، ولكن شهر صافي تفيني كيتقادى، وداك اللي غيد داك التكماش كي الوجه كيحيدوا منه البقاع، كيحيدوا منه دوك هذا سميتهم دوك النقاط الكحلين كي كيقولوا لهم لي بوين نوار، كيحيدوا منه التكامش، كيحيدوا منه داك الكلف، كل شيء كيتحيد. علاش؟ لان كاينه واحد المواد الماده في الكيراتين في الكاروت يعني في خيزو، هاديك راها شي حاجه مهمه مع مواد اخرين. المهم كيفاش ديروه، تغسلوا وجهكم بالحمص وتنشفوه بالكلينكس، وتكونوا مريحين وديروا شي حاجه على شعركم تجمعوه، يبقى غير الوجه باين، وتوجدوا جوج دويسكات باش ديروا فيهم اتاي مغلي الخضر وتصفيوه، وكل ديسك ديروا فيه شويه اتاي، دهنوا الماسك ديالكم للجبهه والجناب، الجبهه النيف، الجناب ديال النيف، الحناك لهذا سميتو تحت النيف، جي الدوره ديال الفم، وتهبطوا للعنق حتى هو ديروه. من بعد هذا العنق كديروا داك الدويسكات اللي فيهم اتاي على عويناتكم، وكترتاحوا 40 دقيقه. ملي كترتاحوا 40 دقيقه حتى كينشف مزيان، من بعد كتغسلوه وتنشفوا وجهكم بشويه وديروا اون كريم، وديك الساعات يمكن لكم تنعسوا. انا غادي دابا نعطيكم المكونات ديال هاد الماسك. دابا غنشدو خيزو وغادي نقطعوه هكا، دابا غادي نطحنو خيزو حتى يولي ما، ومن بعد غادي نرجع لكم. دابا غادي ناخدو 50 مليلتر ديال الماء، وغنزيدو عليه معلقة كبيرة ديال النشا بحال هكا، ها 50 مليلتر حيدوها هنا، وغنديرو معلقة كبيرة بحال هكا، هاهي عامره، وغادي نخلطوها مزيان تذوب في الماء بارد، والماء ما ديروش ديال الروبيني، ديروا الماء ديال هذا سميتو المعدني، باش النشا تذوب مزيان. كتعرفوا بالله هاد النشا راها فيها الخير والبركه، راها كتليق للحم، كتليق للوجه، كتليق للتنظيف مع البيكربونات، من بعد عاد نوريكم ديال التنظيف كيفاش دايره، ولكن هادي راها من داك الطراز العالي. الوغ ملي غادي نديرو هاد 50 مليلتر مع معلقه كبيره ديال النشا، غادي ناخدو كسرونه وغادي نديرو فيها 100 مليلتر ديال الماء ونديروه يغلى. هنا خديت كسرونه، انا غندير فيها 100 مليلتر ديال الماء وغنديرو يغلي
عاد ديك الساعات غنوريكم شنو غنديروا فيه. دابا الماء ها هو غلى، غادي نقصوا عليه العافيه، غنخليو العافيه مهيله، وغادي نزيدو عليه هذاك التخليطه ديال المايزينا مع 50 مليلتر ديال الماء. ها هي غنبقاو نحركو حتى توقف. ها هي غنبقاو نحركو فيها حتى توقف مزيان. هاد الماسك عرفتو راه غادي، عرفتي شنو راه غادي تفرحو 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 تفرحو، لان النتيجه كتبدا تبان نهار على خو نهار على خو. هو ما خصوش توقفوه حتى تكملوا شهر، باش صافي دات داك الجلده ديالكم كتشربوا وكتقادوا، كيحيد داك الحفاري، يحيد النقط السوداء، يحيد الطباعي، يحيد التجاعيد، غادي يحيدهم مره واحده. يعني هذا هو البوتوكس ديالنا حنايا ديال المساكين اللي ما نقدوش نمشيو عند الطبيب، وزايدوا لنا ربي سبحانه وتعالى اللهم هذا ديال الدار، ولا نمشي ندقوا وجهي في بليباري باش هذا، وهذا كيرجع دو توت فاسون كيعاود يرجع ما كيبقاش. انا ماشي ضد الناس اللي عندهم المال وباغيين يديروا داك الشيء، لان انا عندي ولكن ما يمكنليش نديرو، ما باغاش نديرو، لان الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش تقيسي وجهك بشي حاجه اللي بحال دابا ديال ليباري وديال هذا، ما عدا الله يستر الا درتي شي اكسيدون ولا شي حاجه. وما الوجه والتكماش راه سنه الحياه، ولكن الواحد ينظفها يقادها يتهلا في وجهه بهذه المواد الطبيعيه. هذا الشيء طبيعي ما نخافوش منه، عارفين واش منه، مصوبينه بيدينا وغادي يفرحنا. ها نتوما غتبقاو حتى توقف، نبقاو نحركو فيها حتى توقف مزيان، عاد نوريكم شنو غنزيدو فيها، وراه غادي يعجبكم وغتفرحوا. انا راه ما فيا ما نحلف بالله، هذا الشيء انا رانا كنديرو وراه عطيني واحد الريزولتا من داك الشيء، نتيجه والريزولتا. انا ما تديوش عليا، راه كنت كنهضر دائما بالفرنسي لان كنت برا، هذاك الشيء علاش ما دابا العربيه يالله يالله يالله، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد. راه اللي مولف شي طبيعه راه واعر الحال باش تبدليه، قال لك من شب على شيء شاب عليه، راه كنتعلمه عندك وتصحابو رانا ما كنعرفش. ولكن غنعجبكم في هذا الشيء ديال الوصفات الطبيعيه والكوزينه، وهذا غادي يعجبكم الحال بزاف. عاد معايا والله يجازي بخير هذوك البنات المغربيات اللي في كندا واللي في ميريكان واللي في فرنسا واللي في طاليان واللي في مصر، الله يرضي عليهم والله يسهل عليهم، كيما شافوا شي مغربيه كيعاونوها جزاهم الله خيرا، والله يجعلها لهم في ميزان حسناتهم. واقفين معايا ما تيتخلاوش عليا، وحتى ديالنا حتى ديالنا ديال هنايا. غير انا بغيت نقول لكم بالله المغاربه راه فين ما كانوا كيشجعوا خوتهم، راه ما كيتخلاوش عليهم. ها هي سيره كتوقف، باقه كتوقف مزيان، هذا راه غادي ديروه وغادي يعجبكم الحال وغتفرحوا وغتقولوا مامي بيبا كتعطينا غير الحويجات الزوينين. هذا انا رانا كنديرو دابا، هذا اللي غدير لكم هنا في الفيديو، راه انا غادي ندير وجهي ان شاء الله الرحمن الرحيم، راه كينفع. انا راه ما عنديش التكميش في وجهي بزاف، عندي شويه تحت مني فيه، ولكن انا كنحارب فيه كنحارب فيه كنحارب فيه.
الا بغيتو تعرفوا شحال عندي من عام، راه عندي 74 عام ما شاء الله. الله اكبر، وليداتي كبروا وتزوجوا ولدوا وليداتهم، وانا راه لا شفتوني راه تسحبوني شابه صغيره ما عدا اليدين، حيت ملي كنت كنصوب في الشمس ما كنتش كندير لي غو، هذاك الشيء على الشمس. علاش قلت لكم لي غيون سولي راه فيهم داك لولترا فيولي؟ ضرباتني في يدي حرقاتهم ليا، وما كون كنت كنعرف من شحال هذيك كون راه كاع ما ندير كون ندير لي غو ملي نكون صايقه. ايوا داك الشمس ضرباتني على يدي وحرقاتهم ليا، ولكن انا راه سايره كنحارب فيهم. غنزيد شويه في العافيه يعني خمسه باش توقف شويه معايا. باقى شويه ونزيد. غادي يعجبكم هذا الماسك وغترحموني عليه، ومن بعد غادي نعطيكم واحد غندير لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم الا بقينا بالحياه، غادي ندير لكم واحد الماسك ديال الذات كل هاد الوجه واليدين والدرعان، باش هذاك يديروه العرايسات الهنديات، وشفتهم وعرفتهم وشفت كيفاش داروا ليه، وخضيت الوصفه وجبتها لكم. انا مخبيه هذيك الوصفه غادي نعطيها لكم، وغادي ديروها هاد التخليطه قبل لا تعوموا، غادي يعجبكم الحال بزاف عاد. صافي ها هو وجد. دابا غادي ندوزو لهذا سميتو، غادي ندوزو الخيزو، خيزو طحناه غادي ندوزو في الصفاي. دابا بعد ما برد لينا هاد الخليط ديال المايزينا والماء برد، دابا غادي نصفيو الخيزو اللي طحنا هكا. كتعرفوا بلا خيزو فيه لا كيراتين ممتازه للوجه، وميزينا من داك الطراز العالي حتى هي مزيانه، رانا هضرت لكم عليها. وغادي نزيدوا واحد المكون ثالث ملي نكملوا هاد الشيء باش نكملوا الوصفه ديالنا، وهاد الوصفه راه غادي تعجبكم، راه غادا تحيد جميع داك الشيء اللي في الوجه وغتنفخ الحناك وغتكون من عرفتي غادي تحيدوا دوك التجاعيد، غادي يعمروا ان شاء الله، غادي يعمروا ما يبقاوش محفرين. وجربوا وهانتوما غتشوفوا غتفرحوا، ولكن هي راه تتبغي في الحقيقه ديريها كل نهار. انا كنصح السيدات اللي عندهم الدراري ومشغولين وهذا حتى يساليو شغلهم كله ياك، وفي عوض ما تجلس مقابله التلفزيون ولا شاده التليفون كتفرج في اليوتيوب، تمشي تغسل وجهها تحمص ودير واحد البوندا على راسها وتوجد شغيلها هذا، وتوجد هذوك لي ديسك ودير فيهم اتاي تيطلق، وتحيد الماء وديرو في لي ديسك، ودير الماسك ديالها على الجبهه وعلى الجناب وعلى الحناك وعلى النيف وعلى جناب النيف وعلى داك المونطون اللي تحت من هذا سميتو تحت من النيف وعلى العنيق ياك. وملي تصاوب هادشي كله والعينين ما تقربوش ليهم جامي، عمركم ما تقربوا العينين. دابا حنا صفينا صافي، ودير الماسك ديالها بخير وعلى خير باش تكون مهنيه. دابا غناخدو معلقه ديال لو جو دو كاروت، ها هو ها هي معلقه هكا بلوس غير وحده. وشنو غنزيدو عليها؟ عرفتوا هاد الكاروت راه من داك الطراز العالي، راه غادي تفرحوا غتفرحوا غتفرحوا بهاد الماسك. غادي نزيدو عليه دانون مسوس
ولكن عندك تمشيو ديرو دانون ديال هذا سميتو ديال اللي فيه الفاني ولا فيه شي حاجه، راه كاين غد الحبوب مسوس، يكون دانون مسوس ما فيه حتى شي حاجه. غادي ناخذو معلقه هكا، غنخلطو دابا دانون. علاش مزيان؟ لان دانون فيه داك لاسيد لاكتيك، العربيه ما عرفتش انا، لاسيد لاكتيك ممتاز، كيحيد ديك الجلده اللي ميته، كينقيها يحيدها، ودوك الرؤوس السوداء كيطيروا. هاد دانون حتى هو عظيم. ها هي الوصفه واجده ممتازه، وغادي ترحموني عليها. وكنتمنى منكم اللي عجبتها الوصفه تقيد عندي، ولا بغاتي لا جات على خاطرها دير لايك مرحبا، ودير كومونتير مرحبا، وتقول شنو كاين. انا كنبغي نفرحكم فهمتيني، وكنبغيكم تكونوا فرحانين وناشطين، وبغيتكم تكونوا، حيت شوفوا ماشي كلشي عنده المال، وماشي كلشي حنا بصح كنبغيو نديرو اللي شناها عجباتنا. سبحان الله، الله عطينا هاد الشيء، حنا النفس ديالنا كتبغي كلشي، كل من هي حاجه كتبغيها. بغينا هاد الكسوه، بغينا هاد ليزار، بغينا هاد الناب، بغينا هادي، بغينا هادي، ولكن هاد الشيء ديال الطبيب كيمشيو لي غير صحابي دوك لي ملياردير. وانا رانا ما متفقاش مع هادو، واخا يكون عندي الملايين ديال الدنيا، ما نقصني فيه، ما نقص فمي، من انا حمد الله وشكره على الصفه اللي عطيني سيد ربي. انا غادي نزيد نوصيكم حاجه اخرى، اي حاجه بغيتو ديروها قولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، والسميع العليم. ورا لا بغيتو البركه تكون في الدار، خصكم تكونوا قانعين بداك الشيء اللي عطاكم الله، وديما تشوفوا قل منكم، عمركم ما تشوفوا اللي كتر منكم، حيت الا جيتوا تشوفوا اللي كتر منكم غادي تسطحوا مع الحيط وغطيحوا. نشوف اللي قل مني واللي معري في الزنقه واللي ما مغطيش، ونشوف راسي انا مغطيه، ونشوف اللي ما شاربش وما واكلش، ونشوف انا راسي شاربه وواكله، ونبقى نحمد في الله نحمد في الله نحمد في الله. ولا جلست على الطبله قبل لا ناكل نسمي الله ونحمدو ونشكرو، ملي نسالي نحمدو ونشكرو. وراه اش غنقول لكم، مازال غندير لكم واحد الفيديو غادي يعجبكم بزاف 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 عاد، وغترحموني عليه. ودابا بنياتي اش غنقول لكم، هاد الماسك راه قلت لكم كيفاش ديروا ليه، غتغطيو ريوسكم بالبوندا، وغادي تكونوا ساليتوا شغلكم كله، نعسوا وليداتكم، عشيتوهم، قديتوا شغلكم كله، غادي تمشيو في عود ما تقبطي التليفون وتقبطي ولا تشوفي في التلفزيون ديها في راسك. نصوب نوبا، نصوب ماسك الوجه، نوبا نصوب يديا، نوبا نقي ضفيراتي ديال رجليا. زيدون في الليل هذا هو اللي خصك ديري قبل ما تنعسي، خصك تكوني بحال العروسه. دابا هذا غادي ديريه على جبهتك وجناب جبهتك، وعلى النيف وعلى جناب النيف، وعلى الحناك وتهبطي، وعلى فوق قدام النيف، وهذا ودوري على الجهه ديال الفم، وتهبطي للعنق حتى هو، ديري شي زيف ولا فوطه باش ما توسخيش البيجامه ديالك ولا شي حاجه، وديريه للعنيق، وتحطي دوك الدويسكات ديال اتاي اللي قلت لك. هذاك اتاي راه ماشي قلت لكم ديروا غير هكاك، اتاي راه كيحيد التجاعيد من العين وكيصفيها وكيريحها. وحاجه اخرى، ملي توسحوا وجهكم ديما ديروا غير الكلينكس وطابوطيو بشويه، راه العين ما كتبغيش اللي يورك عليها. راه كاين الناس اللي شفتهم انا كيديروا الفوطو وكيبداو يحكوا بحال ما عرفت شنو، الا بغا عاد تمسح الماء لا ماشي هكاك، الوجه شويه عليه، راه كيبغي تاويل حتى هو، راه ما بقالو غير يهضر ويقول لكم لا ما ديروش ليا هكا ما تكردونيش. وكاينه اللي في الحمام كتشد الخرقه وتجلس على وجهها حك يا ما تحك، الوجه ما كيتحكش ابدا، كيدار له هذا سميتو القماج، ولكن ما كيتحكش بالخرقه ابدا ابدا ابدا.
ايوا ملي ندير الماسك ندير هذاك على عويناتي وندير الماسك نرتاح 40 دقيقة. والله درتيه كل نهار من الليل لليل وخليتيه 40 دقيقة وغسلتيه ودرتيه اون كريم ونعستيه، غادي تشوفي وجهك وسيغتو الا كان عندك تكامش، وما لا كان يلا غادي يبدا راه غتعتقي وجهك. ايوا وهذا هو، تنطلب من الله تنطلب من الله تكونوا فرحانين بكل شيء داكشي اللي كنعطيكم، وان شاء الله الا بقيت بالحياه مازال غنزيدكم في الوصفات اللي غادي يعجبوكم وغادي تكونوا على خاطركم. والسلام عليكم، وهذا هو، والله يحفظكم والله يخليكم ليا ويخليني ليكم، وهذا مكان